مش كيما واحد عمره صغير باش يقبل فيسع فيسع الميموار نتاعو محلول، كيما انسان كبير مثلا هو ينجم راه تنجح العمليه في السن المتقدم، اما باش ياخذ وقت. مثلا انت صغير معناها تنجم في اي مهنه تشربها في 6-7 شهور عام تكون عندك. ينجم يحطك الشخص هذاك بحذا ناس عندها الحلول وعندها الافكار وعندها الممارسه نتاعك المهنه هذيك، ويتدرب على الموضوع هذاك 3 شهور عام عامين، ويخرج الرجال تخرجت من تحت الرجال. لو جينا نداولوا معناها تلقى حتى واحد بطار توصل انت عمرك 60 سنه وتاخذ تقاعد، فاش قام باش بعد ترجع تخدم نفس الخدمه وفي النوار؟ اول حاجه ماكش ديكلاري، اثنين لا تنتفع الدوله تنتفع من جرتك، ولا المواطن اللي يستنى في بلاصتك باش ينتفع. وقت تبدا التجربه المهنيه في سن متاخره او متقدم، يعني نحكيه على عباد مثلا هي تمتد الدراسه بين مثلا 12 سنه و 16 سنه وتوصل حتى ل 24 سنه بعد الدكتوراه والماستر. هل ترى انه التجربه هذه كيفاش تكون وشنو الصعوبات اللي نجم يلقاوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للصعوبات معناها في تقدم في السن هو اللي باش يكون عائق لل، ومن المفروض ومن المستحسن معناها في تبدا في الصغرى، فهمتني؟ خاطر الكبر هو عنده دور فيزيك ما عقليه زاده، فما برشا حوايج مش كيما واحد عمره صغير باش يقبل فيسع فيسع الميموار نتاعو محلول، كيما انسان كبير مثلا هو ينجم راه تنجح العمليه في السن المتقدم، اما باش ياخذ وقت. مثلا انت صغير معناها تنجم في اي مهنه تشربها في 6-7 شهور عام تكون عندك، نجم يكون حتى في الكبر. في الكبر باش تولي تطلب شويه وقت، خاطر فما زاد نوعيه النسيان. سبحان الله ساعات يحفظ حاجه خذها ما نجمش يطبقها نظرا لما تسجلتش، وهذه وهكذا. ولكن كي نحكيو على التجربه المهنيه، علاش ديما في بعض السوسيتي اللي يخدموا التوانسه يقول لك مثلا على حاجتي باكسبيريونس 3 سنين ولا 4 سنين ولا، وهو اصلا مسكين مازال ما بداش يخدم؟ هو عنده اكسبيريونس ولا ما بداش يخدم؟ فهمتش معناها نقولوا احنا في ديما يطلبوا الاكسبيريونس في الخدمه اللي انت اصلا مش خادمها. لا ما تجيش اخي اكسبيريونس في الخدمه، ما فما ما يثبت في الاكسبيريونس هكا ولا ما تجيش منه. طب باش ندخل انا ما نعرفش في اي مؤسسه وانا يطلبوا علي خبره نتاع 3 ولا 4 سنين وانا داخل بخبره ما عنديش عليها، ما يثبت ما مش مقابله بعضها زاده. يعني نحكي لهنا عن لي جون اللي ديما يقدم في الخدمه يقول له خدمه مثلا حاجتي بخبره 3 سنوات، وهو اصلا البدايه نتاعو مسكين مازال ما خدمش اصلا. الجون هذا هنا صعوبه تقع لهنا، وقد يكون كمل فكرتك ايه، وقد يكون تكون هذيك فهمتني ولا براج عمله ما حشتوش بيها، عطاه مثلا حاجه صعوبه شويه بس ما ينتدبوش. اما في الرسميات يروا في الرسميات راهو انت كي باش توجد انونس تاع خدمه مو فما اوراق مطلوبه وفما خبره، الخبره مسحوبه بالاوراق وكاو حسب رايك. ما نعرفش ان شاء الله نكون ما، اما بالنسبه لكان انت مش تكون لي عايق وكذا راك باش تطلب عليا حتى شات الوفاه وانت حي قدامه كما صار قبل مع مسرحيه نتاع الامين نادي واحد. واضح كي نقولوا مثلا تجربه مهنيه عند برشا عباد، مثلا علاش ديما التجربه المهنيه نقولوا احنا العباد اللي فوق 30 سنه واحد يقول لك انا بعد ما يكمل يخدم، فهم برشا عباد بعد التقاعد ترجع تخدم ربما باش ما تخليش بلايصها لعباد اخرين. هذيك هنا وين يقلق الشباب؟ هي مش يقلق، بالنسبه لي انا نسميها كارثه. لو جينا نداولوا معناها تلقى حتى واحد بطار توصل انت عمرك 60 سنه وتاخذ تقاعد، فاش قام باش بعد ترجع تخدم نفس الخدمه وفي النوار؟ اول حاجه ماكش ديكلاري، اثنين لا تنتفع الدوله تنتفع من جرتك، ولا المواطن اللي يستنى في بلاصتك باش ينتفع، معناها الكل باش نمشوا في نفس الواد للهاويه. فلذا هذه كارثه وهذه مشكله كبيره، وعلى الدوله التونسيه انا باش تاخذ فيها معناها اجراءات يلزمها تكون صارمه وكذا. مش معقول انت صلت 60 سنه بابا ربي يسهل لك ومشكور على المجهود اللي عملته في حياتك، خلي البلاصه لغيرك باش البطاله ما تكثرش. بعض
الادارات يقول لك كتبرير معناه للشيء هذا، يقول لك مثلا مؤسسه نتاع فينانس مثلا، يقول لك انا راني نرجع في السيد هذا نخدمه كما قلت انت في النوار، علاش نرجعه مثلا؟ راهو مثلا باش يعطي خبرته للشباب اللي دخل جديد استاجير. اخويا ندخله في اللي اللي ما يخلصش مثلا. لا 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 جامي. لكن انا خرجت ريتريت ونمشي المؤسسه هي رغبتني اني باش ناطر لها وما نخلصش، هذا ينحي من راسك واضح. اثنين هما راهو بالنسبه لهم هما كي باش تقول لي انا حاسي بالتعطير، انت ما يجيكش نامبورت كير، ثم مؤسسات يجيك هو متاهل، ثم دي سوسيتي تاهل فيه لك انت باش كي يخرج هذاك شد بلاصتو. هذه معناها بالنسبه لي انا زاد صد اخر، صد ما انا يعملوا لك باش تبقى غاد. اسمعني هي عايش ولدي باش نبدو واضحين، انا نخدم في مؤسسه، جاء وقتي خلي الغيري، خاطر انا مش واحد برك يستنى فيا نفس البوست اللي عندي انا اللي مش نخرج منها، فما الاف باش تقع كونكور وباش تقع كذا، ومن الف ياخذوا خمسه ومن الخمسه ياخذوا واحد، معناها زيد كما قلت لك مواضيع هذه لازم تكون بالحق تتعدى على الدوله التونسيه وتاخذ فيها قرار صارم وباش الناس تخدم على روحها. وكهو عبيد مارست المهنه نتاعها وهو مثلا عمره 28 ولا 29 سنه يعني تخرج، وفما عبيد اللي مارسها بعد 40 خاطر حب هو يقرا وياخذ ماستر وياخذ دكتوراه ويعملهم الكل فهمتني باش يخدم. فهمني كيفاش تكون التجربه نتاع هذاك وكيفاش تكون التجربه؟ لا اللي مارسها يعني على بكري هو تلقاه عنده فكره يعني خير من غيره، خاطر هذاك مارس المهنه هذيك فهمت، والاخر قاعد يواصل في الدراسه فهمت، يعني هذاك عنده فكره على البراتيك، معناها انسان عنده فكره كبيره فهمتني، والاخر مازال كمل يقرا، يعني ما عندوش كيفاش تحطوا انت الاخر سابقوا في الفكره. نتسائلوا لهنا كتجربه مهنيه، علاش ديما تلقى في لونتروتيان اللي يعديوه بعض الشركات يقول لك الخبره؟ انا توا ما عنديش خبره، كيفاش انا نجي للشركه نخدم عندك وتقولي لازمك 5 سنوات خبره؟ منين باش نجيب؟ والله يا لا مش غلطه، هو كي يحب يصعب عليك. هما اش عاملين راهو سياسه راهي ممنهجه في البلاد هذيا نتاع لغه كيما يعني يستنبط لك حكايه اللي باش يمرجك بها فهمت. هو كي يحب يجتهد ويقف معاك ينجم يحطك الشخص هذاك بحذا ناس عندها الحلول وعندها الافكار وعندها الممارسه نتاع المهنه هذيك ويتدرب على الموضوع هذاك 3 شهور عام عامين ويخرج رجال تخرجت من تحت رجال فهمتني. اما هو كي يحب يسكرها يحكي ان اللغه اللي حكيت عليها انت بالضبط، يعني سكر عليك جمله هكا يطلع لك بمبرر. هذا هو راهو في تونس راهو يحبوا يحلوها اسهل ما ثم، يحل لك ثنيه يحب يسكر عليك الابواب الكل يطلع لك باللغه هذه. نحكيو على عبيد مثلا تتخرج في 2011 في 2012 لوخيد المده اللي يقعد يلوج على خدمه تاع 4 سنوات 5 سنوات فما اللي يلقاها وفما اللي ما يلقاهاش. علاش نلقاو بعض الشباب التونسي اللي يتخرج يقول لك انا تخرجت مهندس خدمتي مهندس، ما يرضاش بالقليل، يقول لك ما نخدمش في قهوه ما نخدمش في ريستوران ما نخدمش في ترشنوه، جست نحب نخدم كان مهندس، ويقعد يستنى في بلاصته 5 سنين و6 سنين. هي الغلطه الاولانيه ساعه من العقليه نتاع الوالدين اللي في تونس. تونس كيما نحبوا طبيب اي هي العقليه هي نتاع الوالدين من تونس. ساعه انت ساعه العقلية متاعهم يحبوا يتكاثروا بالصغار ياسر، هذه النقطة الأولانية، ويحب يخدمهم الكل، هذه الغلطة الثانية. توا أنت هل يعقل بلاد صغيرة كيما مثلا عندك مثلا دار فيها زوز بيوت وصالة تنجمش ترقد فيها 10 من الناس؟ ما تنجمش. نفس الشيء بالضبط البلاد الصغيرة كان كل واحد ما عندوش أنانية ويجي بصغير واحد ويلا اثنين تنجم في اللي انت دابيت تو تنجم تفهم فيه يلقى خدمة. أما هو يحب يجيب لك شوف قديش طاش مع بتاع صغار فهمني، ويحبها كل تشد الوزارات وتشد الإدارات ويقول لك لا أنا نخدم وزير ولا مدير ولا مهندس ولا محامي، يعني هو يعني يده فارغة ويتشرط تسمع فيه. والغلطة يجي يقول لك لا الدولة شبهها الدولة شنو؟ أخي الدولة أنت جايب لي معلم 10 صغار باش يخدمهم لك في الوزارات والادارات الكل، جايب لي 6 و4 باش يخدمهم لك الكل. راني انا مواطن كيفي كيفك، مانيش ندافع على الوزاره ولا على الاداره،
اما الناس ما يحبوش الحق. مشكلتهم انت كمواطن كي تتكلم الحق، مانيش كادر في الدوله، يعني مواطن عادي يعني. اما مشكلتهم ما يحبوش شكون يحكي كلمه الحق، يحب يجيب لك سته فهمتني وثمانيه وعشره صغار، ويحبها كل تشد الوزارات والادارات. ها معلم.